إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو واحد لا مثيل له، صمد لا ضد له، منفرد لا ند له، قيوم لا انقطاع له، أزلي لا بداية له، أبدي لا نهاية له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم الرسل أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأكرمهم وأرحمهم وأرأفهم وأصدقهم وأبلغهم وأجملهم وأكملهم، نعمة الله المسداد ورحمته المهداد وسراجه المنير، من سجد له الشجر وسلم عليه الحجر وشق له القمر صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين. يا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت من أيك ساجعة عبا. يا رب صل على النبي وآله، ما اهتزت الأثلاج من نفس الصبا. يا رب صل على النبي وآله، ما كوكب في الجو قابل كوكبا. يا رب صل على النبي وآله، ما قال ذو الكرم لضيف مرحبا. يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار نحوك يتربى. بالله يا المترددين بذكره، صلوا عليه فما أحق وأوجبا. صلوا على المختار فهو شفيعكم، في يوم يبعث كل طفل أشيبا. صلى الله عليه وسلم وبارك وأكرم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات والبنات، روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه الصحيح عن سيدنا معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث أهوت، وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. معاذ بن جبل الصحابي الجليل الذي ولد سنة 18 قبل الهجرة، حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحد. معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. أعلمهم بالحلال والحرام معاذ، الشاب الذي وافق سنه شبابه أن يلبي دعوة هذا النبي ويتبعه ويهتدي بهديه. يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله، اتق الله. التقوى كما يقول الإمام علي كرم الله وجهه،
التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي الخوف من الله عز وجل، الخوف منه وهو يراقبك، أن تستحضره معك في كل آن وحيد، أن تستحضره في تجارتك، أن تستحضره في كلمك وأن تتكلم، أن تستحضره في معاملاتك، أن تستحضره في تربيتك لأهلك وأولادك، أن تستحضره في سلوكك في أخلاقك. التقوى أن تخاف الله عز وجل أن تأتي معصية وهو ينظر إليك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من لا يتقي الله عز وجل ويجاهر بالمعصية ويعادي الله عز وجل جهارا بأن يعصيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا الذي يجاهر بالمعصية أمام ربه ولا يراعي أن الله عز وجل يراه، لأن ربنا يقول ألم يعلم بأن الله يراه. فالتقوى خوف من الله عز وجل أن تأتي معاصيه في ملكه، أن تأتي معاصيه في حضرته، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. الله عز وجل لما خلق هذا الإنسان خلق فيه شهوات، شهوة قلبية وشهوة نفسية. الشهوة القلبية مثالها الكبر وحب الجاه وحب الرئاسة وحب التصدر، والقلبية مثالها البطن، وكما أخرج وما أخرج من الجنة أبونا آدم إلا شهوة البطن، وما أخرج إبليس من الجنة إلا شهوة القلب الكبر، أنا خير منه، أنا خير منه، قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. والخوف يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج وشوق مقلق. من أراد أن يرتفع حاله مع الله وأن يقبل على الله وأن يتقبل الله منه وأن يصفو قلبه وهو يواجه الله، لا بد أن يطرد هذه الشهوة من القلب، ولا يطردها إلا خوف مزعج، خوف مزعج من الله عز وجل، مراقبة من العبد لنفسه أمام الله عز وجل، أن يراقب العبد نفسه لأنه بحضرة مولاه، أن يخاف منه في حضرته سبحانه وتعالى. لا يطرد هذه الشهوة من القلب التي استقرت في معظم قلوب الناس، شهوة القلب استقرت في معظم قلوب الناس، لا يخرجها إلا هذا خوف من الله عز وجل المزعج، وهذا الشوق المقلق، الشوق إلى الله. من كان يريد لقاء الله فإن أجل الله لآت، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. من كان يريد لقاء الله، من كان يظن ظن اليقين أنه سيقبل على الله وأنه يطلب الله وأنه مستعد للقاء الله،
وأنه فرح بلقاء الله، فإن أجل الله لآت، لن يهرب هذا العبد من أجله، كل سيذوق هذه الموتة، وكل سيوسد في هذه الحفرة، وكل سيسأل عما أنفق وعما قال وعما عمل وعما بلغ في هذا الدين وعن الأمانة التي أُكلت إليه. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. قال الإمام علي: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. والتنزيل هو كتاب الله عز وجل الذي نزل منجما من السماء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعمل بالكتاب يقتضي تلاوته أولا، ويقتضي تدبر معانيه، وإلا كان العمل مفسدا وغير مسدد وغير مخلص لله عز وجل. وهذا الكتاب حمال ذو وجوه، من يفهمه؟ أي عقل يفهمه؟ ها هو النقل أمامنا، فأي عقل يفهمه؟ عقل هذا أم عقل هذا؟ ولنفترض أن العقل قد فهم معنى الكتاب، أي إرادة ستحول هذا المعنى المفهوم إلى عمل؟ العمل بالتنزيل، يقول الإمام علي: والعمل بالتنزيل. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. العمل يقتضي أن يفهم الكتاب بحقه، وأن لا يستدل بآي الله عز وجل في غير محلها كما يفعل الناس. من قال لا أدري علمه الله ما لا يدري. الأسلم أن يقول الإنسان لا أدري، وأن لا يجرؤ أن يقول عن كلام الله عز وجل هذا معناه وهو لا يعلم. كان سيدنا أبو بكر يقول: أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني، إن قلت في كتاب الله ما ليس فيه، إن قلت في كتاب الله ما ليس فيه. العمل يقتضي العلم أولا، والعلم يقتضي تدبر المعنى وفهمه. وتدبر المعنى، معنى كتاب الله، يقتضي تلاوته، يقتضي تلاوته. ولذلك ينص القرآن الكريم كثيرا عن تلاوة الكتاب، عن تلاوة الكتاب، لأن المعنى متجدد أثناء التلاوة، وهذه المعاني لا تنتهي وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم هذه القلوب مغلقة؟ أم هي مغلقة عن هذه المعاني؟ وإن كانت مغلقة عن هذه المعاني، كيف ستعمل بهذا الكتاب؟ لا يمكن أن تعمل بهذا الكتاب. قال الإمام علي: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقناعة. الرضا القناعة، اقنع بما أعطاك الله عز وجل تكن أغنى الناس. ما يسر الله لك من العطاء هو أعلم به منك. تقول: لم يعطني ربي هذا، ولم يفتح لي باب هذا العمل، ولم ييسر لي أن أجني مالا من هذا العمل، وتشكو أنك لم تحصل هذا المال، ولم تشتري هذا البيت، ولم تشتري هذه السيارة، وأنت في هذه الدوامة تجري حتى يأتي وعد ربك، ويأتيك اليقين، ويأتي الموت وأنت. قال الإمام علي: والعمل بالتنزيل والرضا بالقدر. الرضا أن لا تسأل الناس شيئا، معنى الرضا أن تقنع بما أعطاك الله عز وجل دون أن تسأل الناس شيئا. جاء في الحديث: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني الذي يستغني عن الناس. الغني
الذي يستغني بما عنده من قليل أن يسأل الناس أعطوني. والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه هي التقوى. معالمها أربعة: خوف، عمل، رضا، وعمل، عبادة، استعداد، صلاة، ذكر. والاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد ليوم الرحيل أن يجدك الله في المسجد، أن يجدك الله حيث أمرك. ولذلك في الحديث الذي صدرنا به هذه الخطبة قال معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، أن تتقي الله، أن يجدك الله حيث أمرك. حيث أمرك الله يجدك، أمرك أن تسأل عن المريض يجدك، أمرك أن تصلي الصلاة في المسجد يجدك، أمرك أن تذكر الله في بيتك يجدك. ثم قال: والاستعداد ليوم الرحيل هو الموت، الاستعداد لمرحلة ما بعد الدنيا، لأن بعد الدنيا لا عمل، إنما يأتي الموت لا عمل، انتهى العمل. إذا مات آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ينقطع الأجر، ينقطع العمل إلا ثلاث أمور يستمر فيها الأجر وهو في قبره، وتعلو حسناته وهو في قبره. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، إذا تصدق في الدنيا صدقة وبقيت هذه الصدقة جارية كأن يبني مسجد ويبقى الناس يصلون فيه، أو يفتح مدرسة ويبقى الناس يتعلمون فيها، أو يحفر بئرا ويبقى الناس يشربون منها، يأتيه ثمرة هذا العمل وهو في قبره وتزداد حسناته. صدقة جارية أو علم ينتفع به، إذا علم الناس علما وترك علما صادقا ينتفع به، ليس العلم الذي لا ينتفع به والذي هو كثير في زماننا. الكل صار عالما والكل يتكلم والكل يحدث والكل يبلغ، وعندما تتفقد العلم لا تجد علما، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يأتي إلى قبره ويرفع يديه ويقول: يا رب ارحم أبي، أو يدعو عن بعد ويقول: يا رب ارحم أبي وارحم أمي، ويصل بركة هذا الدعاء وثمرته وأجره إلى هذا الرجل الميت. هذا هو الذي يصل بعد الموت، لا تصل غير هذه الثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التقوى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا عملت سيئة مباشرة اعتذر إلى ربك من قريب، الاعتذار من قريب وطلب العفو من قريب من سمات المؤمنين، من سمات المؤمنين. ولذلك دخل تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه السجن، لما دخل السجن وجد أن أدخلوه مع قطاع الطرق والمجرمين والقتلة، وكانوا يعرفونه، فاستحيوا منه وذكرهم بما شاء الله عز وجل ونصحهم. وفي الغد سألوه: يا إمام، نحن قد تبنا، فهل يقبل الله توبتنا؟ هل يقبل الله توبتنا؟ فقال لهم: يا أحباب الله، فاستوقفوه وقالوا: كيف نكون أحبابا لله وقد قتلنا وسرقنا وقطعنا الطريق؟ قال: ألا يقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ وأنتم قلتم أنكم تبتم إلى الله عز وجل فأنتم أحباب الله. عندما تتبع السيئة الحسنة
أنت تبت إلى الله عز وجل على أن لا تعود إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي ينوي أن يتبع السيئة الحسنة يمحو الله له هذه السيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع نية عدم الرجوع إليها، ومع إعطاء الحق إن كان هناك حق لآدمي أن ترجع إليه حقا، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد، الحمد لله الذي جعل آخر دعوة أهل الجنة الحمد، الحمد لله ما حمده الحامدون وأثنى على ذكره العارفون، الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين المنيبين المستغفرين، الحمد لله ملء السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. ومعاذ تذكر هذا الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان آخر ما أوصاني به خليلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خليلي محمد صلى الله عليه وسلم، كان آخر ما أوصاني به خليلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن قال لي، ذكر هذا الحديث، خالق الناس بخلق حسن، أن قال لي خالق الناس بخلق حسن. كيف يكون المسلم، كيف يحوز المسلم هذا الخلق الحسن، الخلق الحسن الذي يوضع فيه المؤمن والمسلم في الميزان، هو الذي يعرف به هذا الرجل المسلم، هذا الرجل المؤمن، هذا الرجل المقرب إلى الله عز وجل، هذا الرجل مطرود من رحمة الله عز وجل. الخلق الحسن، الخلق يعدل الاعتقاد ويعدل مقامات الذكر، الخلق الحسن، ويعني العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الإيمان قال في الحديث الذي رواه الترمذي: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله الذكر، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل، والحياء شعبة من الإيمان خلق. النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا أن المؤمن له مسالك يسلكها، ودرجات يرتقي فيها، وثمرات يحوزها ويقتطفها ويجنيها، منها ما هو عبادة وذكر، ومنها ما هي عمل يقتطفها من العمل، ومنها ما هو خلق. والخلق بعد العمل وبعد التقوى، اتق الله حيثما كنت هي الأولى، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها هذا عمل هي الثانية، وخالق الناس بخلق حسن خلق والثالث. والخلق عظيم لا يحوزه إلا من ارتضى له الله عز وجل أن يكون ذو أخلاق عالية محمدة. لذلك الملائكة كانت تستحي من سيدنا عثمان حينما تدخل، الملائكة بقدرها وعظمتها وقربها من رب العزة ومن نور ربنا تستحي أن تدخل أمام رجل صحابي كريم لخلق. الخلق يرفع الدرجات أكثر مما ترفع العبادة الدرجات،
الخلق يقرب إلى مقامات الإحسان أكثر مما يقرب غيره. ولو حاز المؤمن العبادة والعمل وأكملها بالخلق حاز معالم الدين وحاز كل مقامات الدين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس. الناس ليس من تعرف، قد يكون عدوا لك، قد يكون يسيء إليك، قد يكون يعترضك بشتى الألفاظ السيئة، قد يكون ممن يعرقلك عن طريق الحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس، كل الناس، أن تحسن بخلق جميل إلى جارك، أن تحسن بخلق جميل إلى صديقك في العمل وفي الحياة، أن تحسن بخلقك الجميل إلى أهلك، إلى زوجك، إلى أبنائك، هذا الخلق الجميل. ولذلك هذا الحديث يروى بأنه من مجامع ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. أقول في هذا المقام: من حاز هذه المعاني ويسر الله له أن يحوزها في الدنيا نال في الآخرة أعلى الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم في التقوى يقول لنا: الإسلام على نية، والإيمان في القلب، والتقوى هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف. والتقوى هاهنا في القلب، خوف، عمل، استعداد، رضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب غمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وبعد الموت شهادة وعند الموت جنة ونعيما. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم الأرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك شكالين، لك ذكالين، منك خائفين، عليك مقبلين، لك مطلعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.